طيب اليوم موضوعنا عن التشهير والتزوير والقذف عبر وسائل التواصل. موضوع خطير 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 للغاية والناس يهملونه. وفي أحكام 5 سنوات 3 سنوات 100,000 500,000 نص مليون. القضايا الآن 40% من قضايا المحاكم حول هذا النقاط. وكثير من المغفلين ما هم عارفين حقيقة. مر علي موضوع اليوم كذا فأحببت أنبه الناس عليه. يعني شوف الحين لو واحد تكلمت فيه وشهرت فيه في تويتر وهذا التشهير حقيقة، لكنك رحت فضحت عند الناس شيء مغطى وكشفته للناس وهو حقيقة، فإنه يحق له أن يطالبك بقضية تشهير وفيها سجن وفيها غرامات ضخمة وغصبا عنك تدفعها. النظام ده الحين ما فيه، يجزر الماء وقت سلمان الحزم. مثلا أبديت شيء وطلع غلط، يعني زيادة كذب وتشهير وقضية أكبر وأكبر. ولذلك الحين لابد كل شيء عن طريق القنوات الرسمية التشهير. طيب كانوا قليلي الدين يدخلون بأسماء مجهولة في تويتر وفي فيسبوك وفي وسائل التواصل ويسبون ويلعنون ويشتمون أبوك وأمك ولا تقدر تصلح لهم شيء. الآن النظام يقول إذا بلغت فيه حتى لو كان مجهولا فإن عن طريق الحكومة الإلكترونية يستطيع استخراج الآي بي التليفون اللي اتصل منه حتى لو كان اسمه مجهول، ويستخرجونه ويستدعونه ويأخذ عقوبته. يعني هذا ما همه الله ولا همه رب ولا همه، حتى اسم مجهول بيسبك ويسب أبو اللي جابك ويخرب كل اللي عليك. الآن خلاص النظام انتهى، التشهير أصبح جريمة معلوماتية، غراماتها ضخمة جدا، الاختراقات، الهكر، الكراكر، دخول المواقع، تخريب المواقع، الابتزاز، التجسس، أخذ الصورة على الحريم، ابتزازهم بها، أخذ صورة أطفال، تشهير بعائلة، تشهير بمنتج، زبادي فلان ما يصلح، زبادي فلان يصلح. كل هذه الأمور أصبحت جريمة ضخمة وعقوبتها ضخمة، خاصة إذا الشركة خسرت خسارة كبيرة. مثلا تدخل تكتب اسم واحد، تحط صورته، تحط اسمه وتكتب باسمه، جريمة. تأخذ جزء من كلامه وتسطر كذا أنت عليه وتعدل تعديل بسيط وتقول هو قال كذا وهو غير، جريمة. تزوير، ابتزاز، توزيع مخدرات، دخول مواقع ممنوعة، أصبح كل هذه الأشياء تمسك وعليها يعني مشاكل كبيرة جدا، هيك عن البنوك وعما شابه ذلك. المشكلة الثانية يعني والأكبر منها التزوير. تجيب تعميم وتعدل فيه، تجيب كلام واحد وتعدل فيه، تجيب صورة وتعدلها تحط مكان واحد. والله المرة قضية من القضايا واحد يهدد واحد أنه ما سددوا مال ما دين بينهم، قال شوفني على باب الشرطة إذا ما تسدد سأوني صور له الشرطة. يوم صور له الشرطة أخذها ذاك وقال شوفوا هذه صور مواقع حكومية ويبغى ينشرها للأعداء، وصارت قضية ثانية من نوع ثاني، وذاك تنازل عدين وصارت مشكلة. في فكرة يقول لك الحين أنه غير التغريدتين يجون الناس من الهمج يسبونك هذول اللي يعني مثلا لو شفت حاجة معينة، واحد مثلا يعاكس بنته وصورته، ولا زوج شاف مثلا وضع معين وصوره، لا يعتدبه القانون ولا يعتدبه القضاء، يعتبر قرينة مثلا عند القاضي، لكن أنت تستخدمه وسيلة تبلغ الشرطة وما هو تستخدمه وسيلة للتشهير بهم. جريمة التشهير أعنف من العمل اللي عمله وغرامته أكثر، راح أنت تتبهذل إذا نشرت أي شيء في تشهير لأفراد زي اللي يحصل الحين بشكل عام. المشاهير يتتبعون فضائحهم، حظهم المشاهير عندهم محامين بيدخلون ملايين من ظهور اللي يتكلم ولا يفضح ولا يطلع شيء، يعني مشكلة كبيرة. ومن تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته وفضحه. شوف عظمة هذا الحديث يا جماعة، وما حد مقدر الدين ولا مقدر الإنسان، لكن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. الناس لازم لهم أنظمة عنيفة، لكن مساكين أولادنا الصغار اللي ما يعرفون، أنا الحين أنصح الآباء والأمهات يوعون أولادهم، لا تخلهم يكتبون، وعوهم بالأنظمة، لا تخلهم يصورون وينشرون، ترى فيها دخل غير عادي. الحين الناس يعني اللي يقصد وعوا اللي حولكم يا جماعة الخير، وانتبهوا من الصور هذه. وزمان ما كان في أنظمة، كان 10 سنوات يحشون حش هذا المجاهيل اللي باسم الدين، قلت حرمة سوء قال أنت كافر وطلعك من الإسلام مباشرة. ولا العلمانيين اللي كانوا الليبراليين اللي كانوا يقولون لك إذا شافك ذكرت آية ولا شيء قال أنت داعشي. كل هذه الأشياء راحت، ما عاد فيه نظام ده الحين صارم. والله يعينهم ويوفقهم الحكومة ويسيروا ونحن من خلفهم إن شاء الله، ونستمتع بكوب الشاي. والسلام عليكم ورحمة الله.